اكيد ذكريات النادي الاهلي في رمضان والبطولات الافريقيه. وخلينا نرجع تاني يا كابتن احمد لمباراه سيمبا التنزاني، فرص النادي الاهلي في الفوز بهذه المباراه، وكمان فتره التوقف شفتها ازاي، وازاي ده هينعكس على الفرقه في مباراه سيمبا. يمكن اكيد ما فيش شك ان هو بيدي افضليه ان حتى الناس المصابه انها ترجع من الاصابات تاني في الفتره الاخيره. اتمنى النهارده في مباراه المنتخب ان اصابه حتى امام عاشور، لسه كنا بنتكلم طبعا اوف اير، بنتمنى له كل الشفاء وان هو يعود لصفوف الفريق في اقرب وقت ابدا ممكن ان شاء الله. مش وقته بنتكلم حتى في الفصل بنقول التفصيله دي، مش وقته ابدا اللي حصل، مش وقت امام خالص ان هو يتصاب، لان امام حتى كمان عنصر من عناصر مهمه داخل النادي طبعا سواء مع النادي الاهلي او مع منتخب مصر، من عناصر مهمه اللي دايما مستر كولر بيعتمد عليه بشكل اساسي، بيعتمد عليه بشكل كبير ان هو يبقى اضافه حتى لخط الهجوم. لكن اتمنى ان بعض اللعيبه الاخرى زي رضا سليم انهم ماشي بشكل كويس الفتره الاخيره، ان شاء الله عوده وسام ابو علي برضه تبقى اضافه للتشكيل الاساسي بعد ظهوره بشكل جيد. الحقيقه تفاصيل الاصابه يمكن امام اصيب في اول 30 دقيقه من مباراه مصر ونيوزيلندا، والحقيقه اكيد احنا في انتظار يعني التقرير الطبي الوافي من طبيب منتخب طبعا دكتور محمد ابو العيله، ان شاء الله نطمن عليه يا رب. بس هو طالع يعني انا كنت بدردش في الفاصل معاك يا كابتن احمد على تفصيله ان هو خارج بيبكي، فدي في حد ذاتها ممكن تبقى مؤشر لحجم الاصابه. اكيد ما فيش شك اصابه قويه جدا، وهنا حته البكاء حتى بتاعه من ممكن من الوجع او ان هي هتطول معاه شويه طبعا. ده هنا زي ما شفنا مثلا محمد صلاح في نهائي دوري ابطال افريقيا مع ريال مدريد، حته البكاء مش على الاصابه او على الوجع، لكن هو حاسس ان هي اصابه هتقعده شهر ونص او شهرين، ان هو ما يشاركش في التحديات اللي جايه، ان هو مش هيشارك الفتره اللي جايه طبعا. وخصوصا كمان اللعيب هنا بيبقى صعبان عليه ان انا في احسن حالاتي طبعا وماشي بشكل كويس سواء مع النادي الاهلي او مع المنتخب، وهقعد مثلا يعني حسب، لان اصابه الكتف دي بتقعد من شهر ونص لشهرين طبعا، فصعبه جدا. قبل ما تنضم لنا يا كابتن، طبعا اتفرجت على الشوط الاول من المباراه مصر ونيوزيلندا، اول اختبار للقياده الفنيه الجديده بقياده طبعا كابتن حسام حسن وابراهيم حسن. يعني قول لنا كده، شايف الصوره ازاي؟ شايف كل العناصر اللي شاركت، تشكيل الفرقه، الطريقه اللي بيلعب بيها المنتخب؟ اكيد مش هنقدر نحكم من المباراه دي، ولكن كانت مهمه برضو ان احنا نشوف شكل او قوام المنتخب في مباراه وديه امام منتخب نيوزيلندا. اكيد منتخب نيوزيلندا اكيد مباراه قويه طبعا. اكيد مباراه قويه، اكيد برضو محطوط ضغط على كابتن حسام حسن في اول مباراه، ان هو كل الناس مستنيه شكل المنتخب هيبقى عامل ازاي، وبالذات الناس المتربصه طبعا طبعا. وخصوصا انا دايما كنت بتكلم الفتره الاخيره مهمه جدا، خلاص تولى كابتن حسام بجهازه المعاون كل الدعم لازم يبقى ليه، اذا كان دعم اكتر من احنا بندعم الغريب وبندعم الاجانب، لكن لما بنشوف منتخبات وطنيه زي ما دايما بشوف ده اللي المفروض يكون عليه الحال طبعا. بس خلي بالك دي برضو من ضمن المتغيرات انا اسف، المتغيرات اللي كلنا لمسناها في الفتره الاخيره فيما يتعلق بالمنتخب. يعني بقيت دلوقتي تشوف ان في جمهور نادي معين بيشجع لعيبته اللي مشاركين في المنتخب على حساب الباقي، ويهمش من الباقي او يقلل من الاخرين. يعني الانتماء للانديه شيء لطيف، لكن لما نيجي نتكلم على منتخب الموضوع لازم يتغير. لا نشجع المنتخب للاسف، للاسف دي نقطه مهمه جدا، وللاسف كل الجماهير اتجهت ليها، ان المنتخب دلوقتي ما بيجتمعش عليه جماهير مصريه. المنتخب دلوقتي بقى حته عنصريه، بتوع الاهلي بيحبوا يشجعوا المنتخب بشخصيه الاهلي، الزمالك نفس اللي يشجع اللعيبه. بس ده حصل مؤخرا يا كابتن، ده ما كانش موجود في السنوات الظاهره دي، بقى لها اربع خمس سنين. بقى لها اربع خمس سنين وقتك انت ما كانش في حاجه اسمها كده. لا مفيش الكلام ده خالص، وده كان بيبان في المدرجات. اكيد كان بيبان في المدرجات ان كل الجماهير رايحه ورا المنتخب، لما كان بيحصل مباراه وديه كانت كل الجماهير بتروح للمنتخب، بيحصل تدريبات كل الجماهير بتروح للمنتخب تتفرج على المنتخب. فمهم جدا حته ده برضو دور الاعلام، دور الاعلام ان يخلي كل الجماهير المصريه تتكاتف ورا منتخب مصر طبعا. وخصوصا مع كابتن حسام حسن، خلاص بقى مدرب وطني، لازم يبقى انتماء حتى من الجماهير للعيبه، من انتماء حتى للمدير الفني لمساعده طبعا. وخصوصا انا بشوف كابتن حسام دايما كابتن ابراهيم عندهم قاعده جماهيريه كبيره جدا طبعا. هم بالاخص طبعا، فدي هتضيف وهتدي قوه حتى المنتخب مصر. كنا بنقول النهارده بنامل النهارده انطلاقه عوده الجماهير، لان طبعا كان متحدد 30,000 لحضور المباراه دي، فاكيد كنا بنامل انه يكون الجماهير في ظهر القياده الفنيه الجديده، في ظهر منتخب مصر. وكمان عايزين يا كابتن نشوف نتائج، لان النتائج بتفرق جدا مع الجمهور.
انت برضو كان وجود الجمهور في المدرجات كان متعلق بالنتائج الاخيره اللي كانت موجوده للمنتخب، بس بقالنا سنين ما شفناش نتائج طبعا تخلي الجمهور يعني يرتبط بالمنتخب زي ما كان مرتبط بيه قبل كده وبيشجعه بالشكل ده. اعتقد ان الاهم من اداء النهارده هي النتيجه طبعا، يعني مع امام نيوزيلندا مهم ان انت تكسب، ده هيديك ثقه كبيره جدا، هيدي للجماهير ثقه فيك، هيدي ثقه للكابتن حسام، وخصوصا ان انا ما شفت الشوط الاولاني، لا في فرض الاسلوب اللعب، في شخصيه المنتخب مصر، في تنوع حتى في الاداء، يعني النتيجه هي المقياس مش الاداء، لان في ناس كتيره مستنيه تشوف اداء المنتخب هيختلف الى اي درجه مع كابتن حسام حسن بغض النظر عن النتيجه. انا كنت متخيل ان العكس هو الاهم. ممكن لو هنأدي بأداء ونتيجة أعتقد أن هتبقى سلبياتها أكتر من إيجابياتها. أعتقد أن النتيجة ممكن الأداء ممكن مش أحسن حاجة، لأن الناس هتبقى مقدرة أن الراجل لسه شغال بقاله مثلا شهر مع المنتخب، فاللعيبة ما قدرتش تستوعب الشغل بتاعه، لكن النتيجة هتدي ثقة كبيرة، لأن الخسارة في حد ذاتها بتأثر بالسلب على معنويات الفرق. لو احنا مش ناقصين معنويات سلبيه الحقيقه الناس بالنسبه للمنتخب بصفه خاصه، يعني بطوله كاس العاصمه الحقيقه وظروفها وافتتاح استاد مصر على العاصمه الاداريه الجديده اكيد شيء مشرف للكره المصريه وكل القائمين على العاصمه الاداريه الجديده، بنيه تحتيه محترمه جدا، شفنا الحقيقه استاد مصر بيليق بالكره المصريه وباستضافه كمان البطولات الرسميه والمهمه سواء بطوله كاس العاصمه وكمان البطولات اللي جايه والمحافل اللي هتكون موجوده على ارض مصر، اكيد شيء بيعكس نتيجه او بيعكس فكره المجهود اللي بيبذله يعني الحقيقه قطاع عريض جدا من الدوله المصريه، استاد بنيه يعني بقيادي مصريه اصيله خالصه، فحاجه مشرفه جدا، وكمان فكره البطوله شيء مشرف جدا خاصه ان هي انتقلت من الامارات لمصر، فكان كمان فرصه بالنسبه للمنتخب، فعايزه اعرف رايك اكتر عن فكره البطوله وعن استاد مصر وعن العاصمه الاداريه، واكيد هنستضيف بقى بطولات كتيره خلال الفتره اللي جايه على ارض هذا الاستاد. طبعا دي حاجه تشرف الكره المصريه، حاجه تشرف الدوله المصريه، واللي كنت بناشد بيه الفتره الاخيره ان مباراه بين الاهلي والزمالك في نهائي كاس لازم تكون في استاد العاصمه، في استاد العاصمه الاداريه، كانت هتبقى حاجه محفل كبير جدا طبعًا للصناعه المصريه والتطور وخير تدشين للاستاد نفسه. طبعا هتبقى انجاز كبير جدا حتى بين مباراه بين اهلي وزمالك والنهائي يحصل هنا في استاد العاصمه، لكن اعتقد ان يعني مصاب كمان عندكم فوائده ان البطوله تتلغي وفتيجي لاستاد العاصمه، وان انت كمان بتدفع ب 30,000 متفرج، لا يعني سواء على مستوى التامين على مستوى ده بيدي ثقه كبيره جدا للمسؤولين عن الكره في مصر ان انت تزود عدد الجماهير، اكيد استاد العاصمه يعني صرح كبير جدا داخل مصر، وده بيدي انطباع ان لا الدوره المصريه جايه، الدوره المصريه فيها انجازات جايه سواء في مستوى الرياضه او في مستوى الصناعه. الحقيقه بالنسبه للبنيه التحتيه الرياضيه بصفه خاصه احنا يعني بنتكلم عنها بقالنا شهور ان ابتدت كمان تؤتي ثمارها بالنسبه للبطولات الكبيره اللي مصر بقت بتنظمها، وكل المشاركين فيها بيرجعوا بلادهم بيشيدوا باللي هم شافوه. على فكره في كمان استاد هيئه قناه السويس هو كمان برضو هيظهر للنور بكامل رونقه الفتره اللي جايه ان شاء الله، يعني استاد مصر مش هو الاستاد الوحيد. تعال بقى ناخدك من استاد مصر ومن الزمن اللي احنا فيه لزمان شويه، ونرجع بيك للدخيله تحديدا واسكندريه ورمضان والدورات الرمضانيه. ايام حلوه، من احسن ايام، يعني احسن ايام، ويمكن لحد من سنتين ثلاثه انا كنت بلعب، يعني كنت والله بنزل العب الدورات لغايه وقتها كره الشراب. كره الشراب في الورديان وبحري. لا لسه موجوده كره شراب في الورديان موجودة. اصلا لا موجوده فعلا موجوده، انا كنت لسه في افتتاح قريب كده او في افتتاح دوره كره شراب واسفلت وموضوع لا لسه الساحات الشعبيه كره شراب موجوده، يبقى معناها كده ان في حريفه هيظهروا قريب. لا بس هي دلوقتي ما بقتش كره شراب، هي دلوقتي بقت شيكارتون اللي هي الشيكارتون اللي هو بتاع الكهرباء ده، وساعات بيبقى اللي هي البوليتكس اللي هي اللي بالحبل دي بيلعبوا بيها لحد دلوقتي. بيلعبوا بيها وبيلعبوا على الاسفلت، واللي هو ما فيش اوت وتخبط في الرصيف وتاخدها تاني. لا كل دي انا متعتي في ان انا بروح الاماكن دي، يعني من اشهر الدورات حتى كمان في اسكندريه اللي هي الفلكي اللي هي اللي في حضره. في بعض الدورات في هتلاقي في الورديان، هتلاقي في بحري، انا بروح في المنشيه، انا بروح مع مثلا اقرب الناس ليا ريعو في المنشيه فبنزل له على طول. بنزل له المنشيه طبعا، فاحنا طلعنا من هنا، يعني طلعنا من المناطق الشعبيه فلعبنا كوره، والاسكندرانيه بيتنفسوا كره قدم طبعا حقيقه طبعا.
طبعا بقى خصم جماهير الاتحاد السكندري. اللي بيختلف في لعب كره القدم يا كابتن رمضان وخارج رمضان، دايما احنا عارفين بيبقى فيه ظروف مختلفه واعداد بدني مختلف، مش بنتكلم بقى طبعا على اللعب الشارع ولكن بنتكلم على اللعب الاحترافي، خاصه ان احنا شفنا اكيد طبعا يعني واقعه اليمه بالنسبه لنا كلنا كابتن احمد رفعت في اول الشهر الكريم، فناس كتير ربطت ما بين الحادث ده وما بين فكره الصيام، اكيد بيبقى ظروف مختلفه، فكره اللعب في رمضان، فكره نظام الاكل نفسه، لان احنا دايما عارفين الصيام بيختلف والفطار بيختلف، الناس كتير بتتقل في الاكل، بس بالنسبه للعيبه ده ما بيبقاش مستحب، فاكيد بيبقى مختلف فكره المجهود البدني او التنظيم البدني بالنسبه للاعب في رمضان عن غير رمضان. طبعا يمكن انا يعني من خلال حضراتكم وذكرتي شيء مهم جدا، هو احمد رفعت. احمد رفعت اللي بتمنى له، يمكن انا كنت موجود في المباراه في الاستاد، ورفعت كان من قدامي لحظه مؤلمه وصعبه جدا قدامي، وهو كان بقاله فتره راجع من الاصابه، وفعلا ممكن ما يبانش في الكاميرا ان هو ضرب كذا مشوار، ممكن ما يبانش في الكاميرا السبوت عليه، لكن هو بذل كذا مشوار ولسه راجع من الاصابه، لكن حته تغير الاكل وحته ان اغلبيه اللعيبه بتتعود ان هي بعد الاكل فبتشرب قهوه بتشرب اي حاجه، فممكن ده اللي يكون اثر عليه بعض شيء في الصحه او في عدد ضربات القلب، لان رفعت حتى لما وقع كمان فصل نفسه وفصل كل حاجه. بنتمنى له اكيد الشفاء العاجل يا رب هو وكل لعيبتنا المصابه. وبالمناسبه برضو عايزين نطمن حضراتكم ان يعني الطبيب اكد ان الحمد لله، طبيب المنتخب اكد ان مصطفى شوبير سليم الحمد لله. وفيما يتعلق بمساله امام عاشور اللي كنا لسه بنتكلم عنها من شويه، حاليا بقى بيعمل الاشعاعات المطلوبه، ويا رب خير يعني ان شاء الله. يا رب خير. فلا هي فعلا حته تغير حته الصيام، وكان حتى كمان اول يوم رمضان لسه الجسم مش متعود على تغير الاكل، وان انت تصوم بعد كده ممكن تشرب قهوه بعد الاكل، فالموضوع كان ملخبط شويه، لكن الحمد لله ان احنا دلوقتي اطمننا على رفعت وان رجع تنفسه بشكل طبيعي ان شاء الله. ان شاء الله ويقوم بالسلامه ونطمن عليه كلنا طبعا. اتمنى ان اللعيبه يعني تقدر تحافظ على نفسها اكتر من كده، ده اللي انا بتمناه، لان نورتنا النهارده يا كابتن حبيبي. ربنا يخليك بجد والله، نورتنا النهارده يعني، ونسعد دايما بوجودك معانا. طبعا اتبسطنا جدا، وذكرياتك مع رمضان الحقيقه مختلفه.